السلام عليكم. أنا اليوم مرة ثانية في المستشفى التخصصي في وحدة الخداج، بشكرهم دائما الحمد لله رب العالمين. هذول كانوا ثلاث توائم، في واحد من التوائم ما كملش في البطن أمه وضلوا وتوفى، لكن استمروا اثنين واثنين اجوا بالسلامة والحمد لله في عمر مبكر من الحمل. هذول أخوة أشقاء لنا من المملكة العربية السعودية، تمام. الحمد لله رب العالمين اليوم بخرجوا من وحدة الخداج في مستشفى التخصصي. أنا بشكر ربنا على هاي النتائج الحلوة. هذول جماعة محترمين أثقوا فينا، جينا عملنا القيصرية تعبنا معهم، ضلوا في موجودين في المستشفى لفترة والحمد لله توفقوا من حمل ثلاث توائم. اليوم بروح توم اثنين، الثالث كان متوفي بطن أمه، أثقوا بينا اجوا عنا. أنا سعيد جدا لهي النتائج، بشكر ربنا سبحانه وتعالى اللي بعطي هاي العائلات، وهذا كله فضل ربنا سبحانه وتعالى. شكرا للجميع، وإن شاء الله يا رب نكون عند حسن ظنكم. نحن ضلنا دائما نتعب ونشقى، وإن شاء الله الرزق يجي من عند ربنا دائما. إحنا في وحدة الإخصاء في مستشفى شميساني، إحنا حريصين جدا على مرضانا، بنعمل كل التقنيات الموجودة. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعطي كل الأمهات. شكرا لكم. اليوم التاريخ له 9/2/2022. مع السلامة.